مشاهدينا، منذ قديم الأزل وحواء تشتكي من عبارة للرجال فقط، ومع مرور الوقت شهدنا إلغاء هذه العبارة وهنا بالتحديد في المملكة، ولأول مرة أصبحت نسب توظيف الإناث تفوق نسب توظيف الذكور، حتى بات السؤال هل بالفعل الأولوية الآن هو توظيف الإناث؟ يسعدنا أن ينضم معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ عبد العزيز المهباش، كاتب ومهتم في الموارد البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز. حياك الله. يا أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا يعني حابين نوضح أكثر للمشاهدين، هل بالفعل واقع توظيف الإناث أكثر في السوق السعودي أكثر من الذكور؟ لا، هو مش أكثر. خلينا نبدأ البداية من خلينا أقول من السبعينات أو الستينات. نعم، كان حتى التعليم ممنوع بالنسبة للمرأة. جينا لمرحلة الثمانينات أو التسعينات وجدنا أن التعليم مسموح والعمل في قطاع معين، خليني أقول مقصور على التعليم وجزء بسيط في الصحة. اليوم إحنا جينا لمرحلة أنه السوق انفتح للنساء والرجال، فمعناته أنه إحنا جالسين الحقبة اللي مضت اليوم جالسين نصححها، وهذه خليني أقول تأثير لما كان موجود سابقا. فبالتأكيد راح نواجه شوية مشاكل، شوية أحيانا راح يجد الرجال أنه في نساء كثير يتوظفون بينما الرجال لا يتوظفون، بسبب أنه كان في كثافة كبيرة من النساء ما يجدون وظائف. فاليوم انفتح السوق، والطبيعي فترة التصحيح هذه راح تجده إلين تقريبا خلينا نقول إن شاء الله سنتين إلى ثلاث سنوات، راح نجد الوضع راح يصبح متساوي ما بين النساء والرجال، وراح يصبح السوق عادي والفرص للجميع مفتوحة. خلينا نقول أستاذ عبد العزيز، يمكن سمعنا أحد الشباب للأسف يقول ليتني بنت، لو أني بنت كانت توظفت. نعم، فأنت وش رأيك بهالتعليق أو هالجملة اللي يمكن صاروا كثير حتى شباب، مو بس أحد الشباب يقولها؟ فهل فعلا اليوم البنات أخذوا السوق على العيال؟ لا، خليني أقول طيب قبل خمس سنين كانوا البنات يقولون ليتني عيال. صح، فهو صراع لن ينتهي، مو بس الوظائف، هو صراع لن ينتهي. لكن أرجع وعيد اليوم، خليني أروح من جهة ثانية أشوف كم كانت نسبة البطالة بالنسبة للنساء مقارنة في نسبة البطالة بالنسبة للرجال. لو إلى 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 حد الربع اللي خليني أقول الثاني من السنة هذه، وحسب الهيئة العامة للإحصاء كان احنا نتكلم عن ثلاثة اضعاف تقريبا، 22% نسبة البطالة من النساء و 6% نسبة البطالة من الرجال. شوفي الفرق كيف. فبالتأكيد اليوم يعني لو اقول في وظيفة لرجل ففي بالمقارنة خليني اقول بالنساء اربع نساء مقابل رجل على وظيفة واحدة، فبالتأكيد راح يكون في صراع كبير على هذا الموضوع. طيب استاذ جعيز، خليني اسألك، الوظيفة تكون للشخص الكفو ولا للمرأة الأولوية؟ لا بالتأكيد، شوف أي وظيفة المفروض أنه ما يحكمها أي معايير إلا اثنين، خلينا نقول المستوى التعليمي والمؤهلات اللي هي المهارات من ناحية خبرات مؤهلات، لأنه في وظائف كما تعلمون وظائف مهارية تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى أو مثل ما يسمونهم فنيين، وفي وظائف تحتاج تعليم مثل الأكاديميين والأمور هذه فقط. فالمفروض أنه ما يحكمها جنس ولا يحكمها لون ولا يحكمها خليني أقول قبيلة أو عائلة أو أمور زي كده. نعم، قبل فترة شفنا لإعلان بعض الوظائف وكان أثار الجدل وزعل كثير من الناس، يعني مثلا مؤسسة تطلب مثلا للشباب فقط أو للذكور فقط، بينما الآخر يطلب تكون سيدة وتكون غير منقبة مثلا. هل هذا في سوق العمل صح؟ هل هذا إجراء سليم قانونيا؟ هل يحق للمنشأة أنها تحدد الجنس الموظف اللي تبغاه وتحدد شكله وتحدد إذا كانت السيدة ترتدي النقاب أم لا؟ قانونيا، خليني أدعها القانونيا، خليني أتكلم من ناحية نظام العمل. نعم. اليوم وزارة الموارد البشرية قلصت هذا الموضوع أو منعت خليني أقول هذا الموضوع، لكن اليوم إن إحنا نقول نوقف هذا الموضوع تماما صعبة. ليش؟ لأنه اليوم في بعض الوظائف فعلا هي مقصورة على النساء، يعني زي لما أقول مثلا محلات ملابس النساء هي مقصورة على النساء. نعم. فصعب اليوم حتى أصلا مستهجن أنك تجد رجل يبيعها. وبنفس الشيء مثلا خلينا أتكلم عن عامل التحميل، المواد الثقيلة، سائق مثلا شاحنة، هذه في الغالب ألفة العين عليها أن نحن نجد رجل يسويها، فصعب أنك تشوفين مرأة تسويها، مش مستحيلة ولا هي ممنوع، لكنها أنا أتكلم عن الشيء المألوف وغير المألوف. فهذا تقريبا رد بسيط على السؤال.
يعني كيف احنا نوعي استاذ عبد العزيز، كيف نوعي الشباب والشابات اليوم ونخليهم يستعدون لمستقبل على قولتهم ما بعد النفط اقتصاديا؟ طيب، في اربع امور لازم ينتبهوا لها جميع، سواء اليوم نتكلم شباب ولا بنات. اليوم فكرة الموظف العادي هذا، او الموظف اللي انا اجي والله ساعات عملي واخلص واخذ راتبي وامشي وهذا فكري، هذا انا اعتقد خلال السنوات القادمة سينتهي. اذا ما وجدنا اليوم موظفين لديهم الشغف في وظيفتهم، وجدنا موظفين فعلا يجتهد اليوم وتحس انه هو صاحب عمل وليس موظف في مكان، سيبدأ تصبح الفرصة عليه ضيقة مرة. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للشباب والبنات لازم يعرفون أنه اليوم أي منظمة، أي منشأة، أي وزارة هي عبارة عن مجموعة موارد. أهم مورد منها المورد البشري. فإذا كان المورد البشري فيها ناجح، فبالتأكيد راح تنجح هذه المنظمة أو هذه الشركة. فاليوم لازم يعرفون أن هم أساس أو لبنة كل شيء موجود، سواء في بلد، سواء في شركة، سواء في قطاع، سواء في وزارة، مهما كان المسمى، بالأخير هم العامل الأساسي له. فإذا ما حط في رأسه هذا الشيء، سواء النساء ولا الشباب، إذا ما حطوا في رأسهم هذا الشيء، يعني راح يأخرون شوي في عملية العجلة الماشية الآن. طيب أستاذ عبد العزيز، واحد من أهداف رؤية 2030 اللي هو دعم وتمكين المرأة. نعم. وما شاء الله تبارك الله حققنا الهدف قبل لا نوصل ل 2030، ايش رايك؟ طبيعي. هذا انا توني ذكرت لك، كان عندنا كم كبير. يعني خليني اعطيك على سبيل المثال، لما نزل نظام اللي هو حافز، كان نسبه النساء المقدمين للحافز اكثر من 84% مقارنه في الرجال نتكلم عن 16%. نشوف الفرق، فكان في فرق كبير. اليوم لازم احنا راح نشوف انه بالتأكيد بسرعة كبيرة راح يتقلص هذا الموضوع، لأنه عندنا كثير شباب ونساء عندهم الرغبة في الوظيفة، يريد العمل، يريد أن يقدم شيء، يريد أن يفعل شيء لدولته. وإحنا نتكلم عن نص المجتمع يا جماعة الخير، كان محصور فقط في التعليم، ومحصور فقط في حتى الصحة كان في جزء بسيط فقط، يمكن نورسنج أو شيء زي كذا. فبالتأكيد اليوم راح نشوف هذا خليني أقول العدد الضخم اللي داخل للسوق، سواء شباب ولا بنات، بس بالتأكيد الشباب بشكل أكبر. البنات بشكل أكبر. صح. طيب، اليوم عندما تطرح وظيفة ما ويتنافس عليها شباب أو بنات، طبعا كفاءة عالية، شهادات عليا وغيره، إيش اللي ممكن يخلي صاحب العمل يختار التميز يعني في السي في؟ يعني ليش اخترت بغض النظر عن الجنس، سواء رجل أو امرأة، يعني إيش اللي يخليه يتجه إلي ويلفت إلي أكثر حتى لو كنا متعادلين في الشهادة وفي الكفاءة؟ نعم، خليني أقول لك أول شيء الشخصية، شخصية الرجل، شخصية أو المرأة، شخصية ترتيب الرجل أو المرأة. أنا دائما أقول لما أنت تروح لمقابلة لازم تجهز نفسك كأنك أنت اليوم رايح لعرسك. صح. فعلا، لأنه هذا شيء راح يغير مستقبلك أو راح تبني عليه مستقبلك. أنا ما أقول الجميع راح يكون موظفين، بالتأكيد في ناس راح يتجه للبزنس، في ناس لا متجه له خليني أقول مهنة أو حرفة، لكن في الغالب أو السواد الأعظم من الناس يحب أنه يتوجه للوظائف. فاليوم لما انا اروح وظيفه، بالتاكيد انا عشان اولا انا قاعد امثل نفسي، نقطه ثانيه انا قاعد ابين، او خلينا نقول دائما الانطباع الاول عند الانسان هو شكلك، كيف تشوف شكلك، كيف تشوف لبسك، ترتيبك، هذه المواضيع مباشره هي اللي بتلفت نظري وبتخليني اقارن. بعدين ببدا انا اقرا ورقك، يعني في العاده لما تجيني انت بشوف شكلك وبعدين ببدا اقرا ورقك. فبالتاكيد ترتيبك، شكلك، هندامك، اسلوبك، هذه الامور جدا مهمه وفعلا تختلف. بل بالعكس، احيانا ما تهتم في موضوع خليني اقول الشهاده، ما اهتم في موضوع انه والله هذا خبرته 5 سنين، هذا خبرته 3 سنين، بس هذا ارتب. معقول من هذا؟ اي صحيح صحيح، لانه بالنهايه هذا يمثل الشركه. فهو خليني اقول لك الانطباع الاول لاي شركه او لاي جهه اخرى قاعد يشوف هذا المرايه للشركه اللي متقدم منها هذا الشخص. فبالتأكيد أنا بالنسبة لي أشوف الهندام، اللبس، الشكل، الأسلوب، هذه الأمور جدا مهمة. وبعدين أتي لموضوع ترى الخبرة، ولأنه أنا بالتأكيد لما أستدعي موظف أو عندي وظيفة شاغرة، بالتأكيد راح أشوف في السي في لهذا الموظف وأشوف إيش مهاراته وإيش مؤهلاته قبل لا أستدعيه. فمعناته ليش تبقى لي شكله وأسلوبه فقط.
خلينا نستغل وجودك اليوم معانا، وفي سؤال جدا مهم ويمكن كلنا يمكن صادفنا ناس بنفس هذا التفكير، في مصطلح اللي هو اسمه الجوب هوبينج او تغيير الوظائف بشكل مستمر استاذ عبد العزيز. ففي ناس مثلا تكون شهاداتهم ممتازه، هم مؤهلين وكفو، لكن كل شوي غير وظيفه، كل ما جاء عرض افضل قام طلع من الوظيفه اللي هو فيه وراح وظيفه اخرى. يعني من وجهة نظر الموارد البشرية، بما أنك مهتم بالموارد البشرية، هل هذا الشيء إضافة أو أنه شيء سيء للشخص والسي في والإكسبيرينس وخلنا نقول حياته المهنية؟ ممتاز. هذا يعتمد على، خليني أقول، عدد الشركات اللي راح له والوقت. يعني مش منطق أني أشوف واحد كل 6 شهور في شركة أو كل سنة في شركة. حلو. بس منطق أني أشوف واحد كل 3 سنوات ونص في شركة. العرف عادة أنت عمرك الوظيفي 25 سنة، المفروض انك ما تتجاوز 8 شركات فقط. او خلينا نقول 8 قطاعات تعمل فيها. اكثر من 8 انت طبيعي. اليوم اي اكثر من 8 اليوم دخلت مرحله الخطر. ما اقول اليوم لا تغير، بالعكس دائما ابحث عن الافضل، لانه حتى صاحب العمل، لا نكذب على بعض، حتى صاحب العمل لو وجد واحد اقل منك ب1000 ريال جابه. صح طبعا. فانت بالتاكيد لو وجدت، انا ما اقول اليوم لو وجدت عرض باكثر من 1000 ريال امشي، يزعلون علينا لا اصحاب العمل. الحين هذه النقطه مهمه. انا لما يجيني عرض وظيفي ايش النسبه اللي انا تستاهل ان انا اغير؟ يعني 1000 ريال اكيد ما راح اغير وظيفتي، او 2000 ريال على حسب طبعا. بس انت من وجهه نظر كمان موارد بشريه او سوق العمل بشكل عام، يعني ايش الشيء اللي يخليني اغير، او يعني يغري الشخص انه يغير، او تقول انه منطق انه تغير؟ شوفي، خلينا نتفق انه مش فقط الانكم او الراتب او الدخل هو اللي يخليني اغير. ميزة. احيانا بيئه العمل ما تخليني اجلس في المكان. وبالعكس تجدين يمكن اشخاص يمكن مقربين حولنا، تجد شخص يقول لك انا لو لقيت نفس الراتب بمشي. نعم. طب ليش؟ لانه البيئه ما ناسبت. بالضبط. قد يكون مديرك احيانا يسبب لك، مدير متسلط او مدير يسبب لك كره للعمل وتترك العمل نفسه. بل بالعكس تجد في بعض الناس غير، خليني اقول، تخصصه. مصر. عشان الموضوع هذا وعشان مديره كان سيء. صح. دائما لا تقيس المنظمه على انها مدير، المدير جاي وراح يرحل، لكن المنظمة باقية. مظبوط كلام. لكن أتكلم عن الشخص، خليني أرجع لنقطة أنك أنت تتكلمين عن التنقلات. التنقلات بالعكس صحية. اليوم أنا لما أقول أنا اشتغلت في 4 أو 5 جهات، أنا عرفت البوليسي، أو خليني أقول سياسات 4 أو 5 شركات مختلفة، وطريقة عمل ل4 أو 5 شركات مختلفة، ومر علي 5 4 6 مدراء بسياسات أو بطريقة إدارة مختلفة. صح. فأنا قاعد أستفيد. أستاذ عبد العزيز يعطيك العافية. الله.